وما زلنا أيضا في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، حيث حصل 130 طالبا موفدا من المنطقة إلى مصر على منح دراسية تحت عنوان حب شينجيانغ. قدمتها منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الأويغور أمس الثلاثاء تقديرا لإنجازاتهم الأكاديمية خلال السنة الدراسية 2014-2015. سلمت سفارة الصين لدى مصر وبالنيابة عن حكومة منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم منحا دراسية سنوية تحت شعار حب شينجيانغ، وذلك ل 230 طالبا بحضور السفير الصيني في القاهرة سون آي جو، فيما كانت القيمة الإجمالية للمنح هذا العام 700 ألف يوان صيني. وتأسست هذه المنحة عام 2006 وتمولها حكومة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما تتولى سفارة الصين في مصر إدارتها وتوزيعها. وتقدم هذه المنحة سنويا للطلاب المتفوقين الموفدين من شينجيانغ الصينية إلى مصر. هذا وتقع منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، ومن بين سكانها هناك أكثر من 13 مليون مسلمين.